عام جديد هو التاسع على حياة نازحين بعد أن غادر عام 2022 وحمل معه مواجعا كبيرة ومؤلمة، كان أبرزها عوامل طبيعية قاسية من أمطار وسيول وحرارة شديدة إضافة لأمراض فتاكة. كان عام شديد أثخن النازحين بالمواجع. مئات الآلاف من الأسر شردتها الحرب من مناطقهم الأصلية باحثين عن الأمن والغذاء، لكنهم لم يجدوا شيئا سوى المزيد من المعاناة والشتات، كما يقول هذا الطفل في إحدى مخيمات مأرب. والله نحن لنا من كثر عدة السنوات أنا في مخيم السويداء نطالب إلى العودة إلى المنازل وإلى بلادنا نعيش هناك بعز وكرامة. ما أنا لا علاج لا صحة لا أدوية، تحصل لك إذا مرض الواحد تحصل الإبرة بثلاثة وخمس بثلاثة، هذا أقل شيء. بالنسبة للبرد، البرد شديد على أي نازح تحصله معاني من كثر البرد الشديد، وإذا جاء وقت الحمى تحصله حمى شديد. هذا مخيم السويداء غربي مأرب. الشيء الجميل فيه أنه جمع أطيافا مختلفة من المجتمع اليمني، جسد تكافلا حقيقيا بين الأسر ذات العادات المختلفة. أما الأمر السيء والمحزن أن المخيم يختزل فيه كل مواجع الحرب وقصص النزوح التي فرضتها الميليشيات الحوثية على حياتهم. تقول وحدة النازحين أن أصوات الاستغاثة من النازحين تزداد بشكل كبير، في حين باتت فرص الحياة داخل المخيمات شحيحة والتدخلات تكاد أن تنقطع مع تزايد عدد النازحين فيما القدرات محدودة. نازحين ومجردين هنا في محافظة مأرب، يعني بين هذا البرد والرياح والعجاج والأمطار يعني ما حصلنا على شيء، يعني لا مأوى لا مسكن لا كهرباء هنا لا ماء. المنظمات العالمية الذي بيقول المهم مصفرين من كل حاجة، يدوا لك خيمة يوم ثاني يخربها مريح ولا تخربها المطر. تمام. والماء بالنسبة للماء بيدوا لنا صاحبي 500 لتر لمدة 7 أيام، ما تدري تروش بها ولا توضي بها ولا. 8 أعوام عاشها نازحون منذ بداية الحرب في مخيمات السويداء والجفينة والسمية والست ومخيمات أخرى في مأرب دون وجود أي مبادرات للعودة إلى مناطقهم في ظل توقف المعارك. فمن ينقذ هؤلاء الذين باتوا يدفعون فاتورة الحرب في بلد يتصارع فيه الكثير من تجار الحرب على حساب المواطنين؟ عام يمر بحلوه ومره على النازحين دون أن يعرف حالهم كيف مر وكيف كان، ليشرق يوما جديدا لعام آخر يفتح معه صفحات جديدة من المعاناة التي ربما قد لا تنتهي. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم من مخيم السويداء مأرب.